معي عبر الهاتف من دبي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج الدكتور خالد القاسمي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، ماذا يعني تغول السلطات في الدوحة على النظام القضائي، وما مدى تأثير ذلك على الثقة بنظام القضاء القطري في الداخل والخارج؟ شكرا جزيلا لكم. بلا شك يعني للأسف يعني حكومة قطر تتخبط، والآن كل ما نراه هذا تخبط. يعني حينما يسجن شخص مثل وزير العدل السابق الأستاذ محمد النعيمي وفي سجن انفرادي 33 يوم وسجن عام شهرين وبعدها يهرب هروبا من قطر، يعني والقضية على قطعة أرض سارقنها أحمد بن جاسم، حاجة غريبة. يعني اليوم التعدي للأسف في التعدي الحكومة القطرية يعني تجاوز يعني المواطنين ومنعهم من الخروج من قطر والتسلط على أموالهم ووضع اليد عليها إلى آل ثاني الذين حقيقة يعني للأسف تم الاستيلاء على قصورهم وتم يعني تجاوز كل الحدود وتم أيضا يعني الاستيلاء حتى على أمورهم الخاصة داخل القصور. نعم. يعني للأسف النظام القطري النظام اليوم يتخبط في كل شيء، والقضاء بالنسبة له أنا أعتقد لا يعني شيء في ظل يعني للأسف حكم عصابات هي من يتحكم بهذا النظام وهي من يقوده، وبالتالي يعني نحن لا نعيش في دولة فيها قوانين أو دولة لنقل إنها تمشي على نظام، دولة بدون نظام وبدون محسوبية. حينما تكون سيدي الكريم هذه الدولة يعني تطرد مواطنيها وتسحب منهم الجنسية، شيء فظيع يعني ما يحصل. أنا أعتقد أي نظام في العالم لم يحصل. طيب ماذا عندما يكون أحد أطراف القضية يعني شخصا أجنبيا، ربما عندما يكون طرفا القضية في قطر لا أحد سيسمع بالموضوع أو يعرف عنه، لكن في هذه الحادثة لأن أحد أطراف القضية أجنبي وأقام القضية في أمام المحاكم الكندية، عرف العالم بهذه القضية وسمع أيضا صوت الوزير القطري نجيب النعيمي. بلا شك يعني طيب في الوقت الذي نتحدث فيه بهذا الموضوع، وكما أسلفت قبل قليل عندما يتجرأ النظام في الدوحة ويقيد الحريات ويقيم الأنظمة والقوانين في دول أخرى دون أن يلتفت إلى نفسه، تظهر مثل هذه الأدلة التي تدين نظام الدوحة بالاستبداد وعدم الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وآخرها شهادة الوزير القطري الذي أكد أن المحاكم لا يمكن الوثوق بها. ما أثر مثل ذلك على القضاء في قطر والثقة فيه من الداخل والخارج؟ طبعا لا ثقة. اليوم حينما تسحب عن المواطن أمواله وتجرده من كل شيء ويعني تستولي على أرصدته وتمنع من كل حاجة، أين القضاء من هذا؟ لا يوجد قضاء، يعني دولة عصابات هذه، ولا يوجد حرية للإعلام. يعني اليوم سيد الكريم حينما قناة الجزيرة تهاجم كل الشرفاء والوطنيين، بالأمس هذه قادة العويس حامل برنامج تهاجمني فيه، يعني نحن ناس شرفاء لأنهم لم يجدوا من يقف مع هذا النظام ويدافع عنه لأن نظام عصابات، وبالتالي أي نظام عصابات لا توجد فيه عدالة اجتماعية، وإذا لم توجد عدالة اجتماعية بالتالي لن يوجد هناك قضاء نزيه، وهذا غير موجود في الدوحة. اليوم يعني هذه المكالمات بين الإرهابي البحريني وبين العطية حقيقة واضحة، إذا كانت تكذبها قطر في تلك التسجيلات فهذه التسجيلات من موظف كان معهم إعلامي في الجزيرة اللي هو محمد فهمي. حقيقة يعني الأمور كلها واضحة، وأتمنى أنا من دول التحالف أن تقدم ملفاتها إلى المحكمة الدولية ومحكمة الجنايات. هذا الناس تأذت، يعني المواطن خالد القطري والمواطن الخليجي والجميع تأذى من هذا. أستاذ خالد، عندما تحدثت قبل قليل عن ما تروج له قطر وتهاجم الشرفاء وتهاجم دول عربية عدة وأيضا دول من العالم عندما يختلفون في الموقف مع النظام القطري، ألا يجب على النظام في الدوحة أن يلتفت إلى الإعوجاج في ظهره وأن يقوم نفسه بدل الحديث عن الآخرين؟ أنا في اعتقادي أن هذا النظام يعني سمح لنفسه أن يتمادى
في الطريق الذي رسمه وهو طريق الإرهاب، وبالتالي حينما يتحكم بهذا النظام الإسلام السياسي لا يستطيع التراجع عنه. اليوم الإسلام السياسي هو من يتحكم بنظام الدوحة، والحمدين هما من يتحكم بهذا النظام. اليوم حتى جولات تميم إلى آسيا، إلى ماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة، يعني محاولة للهروب. ولكن يعني هذه الدول يعني نحن نعرف أن علاقاتها بدول الخليج وبالمملكة علاقات قوية، وبالتالي لن تأثر تميم أو تأثر الحكومة القطرية التي ترى، بالتالي أنا في اعتقادي هذه الدول الآسيوية أن علاقاتها مع دول الخليج الأخرى هي الأقوى، ولن تكون على حساب دولة قطر التي تتكشف يوما بعد يوم أمام المنظمات الدولية وأمام دول العالم. والآن كل دول العالم من بريطانيا إلى فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي يعيد يعني علاقاته مع قطر. الآن قطر يعني انكشف وجهها القبيح وانكشفت إنها دولة راعية للإرهاب. شكرا جزيلا لك من دبي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج الدكتور خالد القاسمي.